هذا ظهر منذ التأسيس، منذ تأسيس المجلس السيادي ظهر الخلاف واضحا، لأن أصلا قوى الحرير ما كانت ترغب في وجود مكون عسكري في السيادي، لولا أن المكون العسكري كان هو الذي قد استلم السلطة يعني، وهو الذي حقيقة قام بالانقلاب البارد ضد البشير في أعقاب الثورة. فالخلاف موجود وظاهر في الحقيقة يعني حتى اليوم، وهذا يعني من مظاهره ما ترى من تخبط، ما ترى من إشكاليات كبيرة جدا في اتخاذ القرارات، ما ترى حتى من تأخير كبير جدا جدا لكثير من القرارات المهمة والاستراتيجية التي ينبغي أن يطلع بها المجلس السيادي. فالخلاف كبير وظاهر في يعني ظهر في كثير من السياسات وكثير من المواقف دكتور في الحقيقة. محمد عبد الرحمن، في ظل هذا الوضع الذي يعيشه السودان الآن، ما بين عدم استقرار داخلي ومنازعات ما بين طرفي السلطة على من لم على من له القرار، هل تتوقع أن ينحصر الخلاف بين المجلس، بين مكونات المجلس السيادي، أم أنه سيتطور؟ هو قطعا سيتطور، هو موجود، جذوره حتى وصلت الى الحاضنه السياسيه للحكومه الانتقاليه، هو الحريه والتغيير تتشظى الان، بل حتى يعني ناشطين مؤثرين في قوى الحريه والتغيير الان اصبحوا يتكلموا على عن خلافات كبيره وعن اعاقات وعن عدم اتفاق على قضايا اصليه وقضايا حقيقية. فقطعا الخلاف بعد قليل سيظهر للسطح،